السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في دروس تعليم الرسم بالجاف. حلقة النهاردة زي ما وعدتكم هتكون عن رسم الجلد أو طريقة رسم أو تظليل الجلد. لو أنت مشترك بالفعل في القناة ياريت تفعل الجرس علشان لما أنزل حلقة جديدة يجيلك إشعار. Hey guys, Abdulrazak Hassan is here back with another video. If you are new to my channel, you're welcome to subscribe and hit notification button so when I upload another video you get a notification. Tonight I'm gonna show you some do's and don'ts on how to shade a skin tone. It's a question I get asked a lot, like how do I draw a skin tone? So let's do some do's and don'ts on that. Let's get started. الأقلام اللي أنا بستخدمها من نوع بيك كلنا عارفينها، بس ياريت حاجة تانية نعملها، نفصل الأقلام اللي احنا بنظلل بيها الخطوط الداكنة عن الخطوط الخفيفة. دي هتفرق معانا كتير في التظليل، دي معلومة حابب أوضحها. الأول هنشوف الحاجات اللي احنا المفروض ما نعملهاش لما نيجي نظلل الجلد. المفروض ايدي ما تروحش وتيجي كده، وما ناخدش خطوط واسعة عن بعضها زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا نشوف المفروض نعمل ايه. ايدي بتبقى خفيفة جدا على الورقة، يا دوب لمسها، وباخد خطوط قريبة من بعضها جدا. ايدي بتكون مايلة على الورقة، بحيث انها ما تضغطش عليها، ما تبوظش الرسمة كلها. طبعا حضراتكم شايفين الاختلاف، هنا خطوط قريبة من بعضها جدا متناسقة، وهنا خطوط بعيدة عن بعضها، وفي خطوط تقيلة وخطوط خفيفة، وده طبعا ما ينفعش. تعالوا نتخطى الجزء ده علشان كده هياخد وقت طويل. Let's just skip this part cause it's gonna take forever. طبعا انا اضطريت اتجاوز الجزء ده لانه بياخد وقت طويل جدا، ودي حاجة لازم تعرفها عن الرسم بالجاف، انه بياخد وقت ومجهود وعاوز صبر. من غير الصبر مش هتعرف تكمل، وطبعا لازم تفشل مرة واتنين وتلاتة واربعة. دلوقتي لو انا حابب اغمق منطقة معينة في الجلد هعمل ايه؟ هنبدأ ناخد خطوط عكسية عكس اللي احنا اخدناها، وبرضو ايدي خفيفة على الورقة علشان متبصش. هبدأ اخد خطوط عكس اللي انا اخدتها بزوايا معاكسة،
ممكن بدل ما الف ايدي الف الورقة، لو ما عرفتش هعملها بالوضع ده. انا مش هسرع الفيديو علشان حضراتكم تعرفوا خطوة بخطوة ازاي انا بعملها. انا ميلت ايدي شوية عشان اغير الزاوية واملى الفراغات دي، وادي الجلد درجة النعومة اللي هي مطلوبة مني. ابدأ اخد طبقات فوق بعضها بزوايا تانية علشان اغمق المنطقة اللي انا عايزها. خليني افكركو ان ايدي مايلة على الورقة مش عمودية علشان الرسمة متبوظش مني. طبعا انتوا عارفين في الرسم بالجاف اي خطوة غلط بتبوظ الرسمة كلها، عشان كده لازم صبر ولازم تركيز. هبدأ اخد زاوية تانية واضغط سنة خفيفة قوي. لازم ترفع ايدك بعد كل خط بتاخده. ببدأ هنا وانتهي هنا وارفع ايدي تاني وارجع الناحية التانية واخد خط تاني. ما بعملش زجزاج كده، كده الرسمة تبوظ مني. مفيش مانع ان احنا نضغط بس ضغطة خفيفة قوي. زي ما حضراتكم شايفين الحتة دي أغمق من دي، لو أنا حبيت أعملها بالطريقة الغلط اللي هي زجزاج أعمل كده. بزوايا مختلفة طبعا حضراتكم ملاحظين الفرق. طيب لو احنا حابين نعمل فتحة في الجلد او غمازة مثلا في الوش هنعمل ايه؟ وازاي نعملها بليند مع الدرجة التانية من الجلد بحيث انها ما تبانش؟ هنبدأ بالطريقة الغلط اللي هي المفروض ما تتعملش، ان انا بدوس جامد باخد برضو خطوط زجزاج كده، فبتبقى باينة جدا، بتبقى غلط. هبدأ أعمل كده خطوط تقيلة بس قريبة من بعض. لو أنا حابب أعمل جرح غائر في الجلد أو غمازة أو ما إلى ذلك. ابدا اعمل بلند للخط اللي انا اخدته ده بحيث انه
يندمج مع الدرجات اللي حواليه. في اللحظة دي بقى بميل الألم أكتر، هيديني الدرجة المرضية اللي أنا عايزها، بس زي ما قلتلكم محتاج صبر، محتاج وقت، وأنا مش هعمل سكيب للجزء ده علشان تشوفوه أول بأول. مننساش نمسح الألم عشان الزيادات اللي بتطلع من الكورة بتاعته ممكن تبوظ لنا الرسمة كلها اللي احنا قعدنا فيها يوم او يومين. في رسومات بتاخد ممكن شهر. ناخد بالنا من الحاجات الصغيرة دي اللي ممكن تبوظ الرسمة كلها وتضيع تعبنا. طبعا حضراتكم ملاحظين الفرق؟ انا حابب اغمقها شوية بضغط برضو بميل علشان الرسمة ما تبوظش. طبعا الكلام ده المفروض ياخد وقت اكبر من كده، بس علشان وقت حضراتكم ما يسمحش فانا ما اقدرش اخد اكتر من الوقت ده. مش عاوز برضو اسرع الفيديو علشان تقدروا تستفيدوا بكل خطوة انا بعملها. ده تقريبا كل حاجة في حلقة النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا. لو الفيديو عجبكم ياريت تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان لما انزل حلقات جديدة توصل لكم بأسرع، وياريت تعملوا شير للفيديو علشان الكل يستفيد. في الحلقات الجاية إن شاء الله هنعرف إزاي نعمل درجات جلد أنعم من كده، وإزاي نسيح الجاف في مناطق معينة بتحتاج تسييح، مش بنعرف نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها بالخطوط اللي هي اللي عكس بعضها. ده كله ان شاء الله هنعرفه في الحلقات الجاية. اتمنى تكونوا استفدتوا. سلام عليكم.